وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل الاستراتيجي حمود الرويس. بعد التحية سيد حمود، لو تخبرنا عن دلالات هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية. أهلا، مساء الخير أستاذ صالح لك ولمشاهدي قناة البحرين. حقيقة قبل هذه الصواريخ التي أطلقت ليلة البارحة، أطلقت الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة قرابة 95 صاروخا لم يحقق أي منها هدفه داخل الأراضي السعودية. لذلك كان إطلاق 7 صواريخ ليلة البارحة، هم يعرفون أنها لن تحقق أي أهداف عسكرية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولكن هم يمرون بأزمة على الأرض، هناك فقد كبير للطاقة البشرية ولمقاتلين الميليشيات، وهناك أراضي كثيرة فقدوها لصالح قوات الشرعية على الأرض. لذلك هم يطلقون هذه الصواريخ ليس لأهداف عسكرية لأنها لن تحقق شيئا، ولكن كان الهدف منها هو رفع الروح المعنوية لمقاتلي الميليشيات داخل اليمن. لذلك كان هذا الدلالة الأولى، أنها لن تحقق أهدافا عسكرية، ولكن هم يحتاجون إلى رفع معنويات مقاتليهم بعد الهزائم التي منيوا بها على الأرض. الدلالة الثانية لهذه الاعتداءات ليلة البارحة أن النظام الإيراني لا زال يدعم هذه الميليشيات ويخالف قرارات مجلس الأمن 2216 و2231، وأصبح الآن لدى المجتمع الدولي القناعة التامة بما تفعله إيران داخل اليمن، ومن تهديد لجيرانها وتهديد للأمن والسلم العالميين وخطوط الملاح التي تمر من خلال البحر الأحمر وبحر العرب. وأعتقد أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سيدة هيلي قد عرضت أدلة واضحة لأعضاء مجلس الأمن، واصطحبتهم إلى قاعدة أمريكية ليطلعوا على هذه الأدلة الواضحة التي لا تحتاج إلى تفسير. وأيضا هناك تقرير لجنة العقوبات التي جاءت إلى الرياض في ديسمبر الماضي ورفعت تقرير في بداية يناير لهذا العام 2018 إلى مجلس الأمن، وأثبتت فيه بما لا يدعو مجالا للشك أن هذه الميليشيات تتلقى دعما كاملا من دولة إيران، ويتم تهريب هذه الأسلحة إلى داخل اليمن، ومن ثم استهداف الدول الإقليمية في المملكة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ونحن نعلم أن الميليشيات الحوثية كمقاتلين بدائيين لا يستطيعون تصنيع طلقة واحدة، فكيف بهم يصنعون صواريخ ذات تقنيات عالية تستهدف أهداف تبعد حدود 800 و1000 كيلومتر من مركز انطلاقها؟ يعني هذه الدلالات الرئيسية التي رأيناها ليلة البارحة عند إطلاق هذه الصواريخ. نعم، من الرياض كان معنا الكاتب والمحلل الاستراتيجي حمود الرويس، شكرا جزيلا لك.